مرحبا، السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع. وصلنا المطار، وبعد الوصول طلبوا منا ثلاث حاجات اللي هي البي سي آر توكلنا، وأيضا التأمين الطبي من مراكز أو مركز أوكرانيا المعتمد. وصلنا البوابة، فكان في احتفال لتدشين أولى الرحلات المباشرة إلى كييف عبر مطار الملك خالد الدولي. احتفال بأولى الرحلات وتوزيع الورد والشوكولاتة والكافي. يعطيهم العافية. مع ورد فلاي ناس. حركة الطلبة، حركة الوفود على المحتلين الأوكرانيين المسلمين اللي حرصنا على صحتكم وسلامتكم. يرجى اتباع التعليمات التالية: تقييم الأنف باستمرار، عدم لمس الوجه، والاهتمام بالأسنان. وصلنا الحمد لله مطار أوكرانيا، ولما وصلنا الجوازات ما طلب مني إلا جوازي فقط من غير شهادة فحص كورونا. أختي لا، طلب منها شهادة فحص كورونا والتأمين، فهي حسب مزاجية الجوازات. بريفيت صح يا أكرم؟ أيوه بريفيت. بريفيت؟ أيوه صح، يعني مرحبا. شارع خرشاتك الرئيسي في السنتر.
مرحبا، اهلا وسهلا، وصلنا الغرفة الحمد لله بالسلامة. ما شاء الله الغرفة اثاثها جديد، يس، في خدمات حلوة. الله، ريد سان بلو، تررا، سيعة وشرحة وبرحة. هلا انت غريد، كيف الحال؟ دائما احب اسلم على نفسي. نشوف الاطلالة من الدور السابع. واو، انا فوق، يس. في الجلسة الخوف فشارية عند الشباك. الله، من جد شيء احساس حلو مرة. ارمي لك حالي من الشباك. الله الله الله. بالنسبة لشرائح الاتصال، طبعا الافضل تاخذه من شرائح البلد، وهنا من افضل الشرائح فودافون.